أنا دعاء عبدين، درست انتيرير ديزاين في جامعة العلوم التطبيقية، تخرجت سنة 2021، أخذت عدة دورات في المجال، وحالياً عم بعطي دورات، عندي كورسات أوتوكاد وماكس. نعم. بس هو جديد، وبشتغل في هذا المجال فريلانس. أكيد أهلي أولهم ماما، هم أهلي أكثر حدا داعم إلي بشكل عام، وماما تكتلت في الجامعة ساعدوني لأوصل لهون. أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة المهندسة دعاء عبدين. بداية نسعد مساكي. نسعد مساكي، أهلاً. كلك سوء. في البداية تعرفيني وتعرفي السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا دعاء عبدين، درست انتيرير ديزاين في جامعة العلوم التطبيقية، تخرجت سنة 2021، أخذت عدة دورات في المجال، وحالياً عم بعطي دورات، عندي كورسات أوتوكاد وماكس. نعم. بس هو جديد، وبشتغل في هذا المجال فريلانس. بتوفي تحكي لي أكثر عن بداياتك، أنت كيف دخلتي على هذا المجال، ومن الأول ليش اخترتي تدرسي هذا التخصص؟ هذا أنا بحب بشكل عام شغل الكمبيوتر، بحب هذا يعني شغل من زمان. كيف بلشت بداياتي؟ بلشت مع شركة اسمها بلان ديزاين، في بيننا تعاون، بعدين بلشت فريلانس، عم بشتغل يعني معهم وفريلانس لحالي، بقدم عدة خدمات، عندي استشارات، عندي جديد دخلنا التنفيذ، بقدم التصاميم، عندي مخططات كاملة، وبرضه زي ما حكيت لك عم بعطي كورسات جديد أوتوكاد وماكس. نعم. جديد إن شاء الله حبلش بالفوتوشوب، وممكن كورسات عن التصميم الداخلي كامل. بالتوفيق. بس تحكي لي شوي أكثر عن إيش اللي بيميز تصاميمك عن المصممين الثانيين؟ هلا أنا ممكن إنه بيميزهم إني عم بظهر الشيء كتير واقعي، يعني بحاول أكون أقرب للواقعية، وأستخدم خامات كلها موجودة في السوق. نعم. بس شو هي أهم المشاريع اللي أنت نفذت فيها؟ نفذنا مطابق غرف نوم، وقريبا إن شاء الله في صالون. إن شاء الله بالتوفيق. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابة تعملي لقدام؟ إن شاء الله إنه طموحي أفتح شركة، يعني عم ببلش لحالي عشان أفتح شركة في المستقبل. إن شاء الله. بس أصلاً أنت كمصممة تحكي لي إيش هي شوي عن أهم المشاكل والمعوقات اللي عم بتواجهها بهذا المجال. أوكي. هلأ المشاكل إنه في قلة مواد خام عندنا في الأردن، يعني كتير مثلاً بشوف تصاميم بس المواد نفسها مش موجودة، مش متوفرة بالأردن مثل دول برا، إذا نحكي دول الخليج أو دول زي أمريكا وهيك. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيتي بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ بوجه رسالة شكر لجلالة الملك على دعم المتواصل للشباب، وبتمنى أنه يصير في دعم أكثر، أو نقدر نحكي أنه يطور بالمجال الأكاديمي التعليمي في الجامعات، يعني هو شوي ضعيف. نعم. مش كتير هذا المجال معروف. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلتي لهي المرحلة، فأنت لمين بتحبي توجهي رسالة شكر عبر برنامجك؟ أوكي. أكيد أهلي أولهم ماما، هم أهلي أكثر حدا داعم إلي بشكل عام، وماما ذكرت في الجامعة ساعدوني لأوصل لهون. نعم. بس شو بتحبي توجهي كلمة للطلاب اللي حابين يدرسوا هذا التخصص؟ هو التخصص كتير حلو، ويعني لازم الواحد يكون يحبه عشان يقدر يكمل فيه، إذا ما كان عنده رغبة فيه أو ما كان عنده نقدر نحكي إبداع وتصور للإشي، صعب يقدر يكمل. لازم يضل يتطور من حاله أول بأول، يطلع شو فيه بالسوق، يضل يطلع على المشاريع الجديدة اللي بتتنفذ. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ احكي لي أكثر، وين موقعك وطرق التواصل معك؟ أوكي. عندي صفحة إنستغرام اسمها توب ديزاين، وعندي صفحة ديزاينر دعاء، عندي في رقم تواصل تقنية، وبرضه بشتغل مع شركة بلان ديزاين، ممكن هناك نعمل مقابلات اللي بشارع الجامعة. نعم. شكرا لك. عفوا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر دعاء عبدين على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا، نورتي ساعتنا. وشكرا لك. عفوا.